تايم لاين تاني وهوريكم شوية حاجات عن التايم لاين. دوس كنسل تمام ونرجع للتايم لاين. هنوسع شوية بس عشان نعرف ايه اللي احنا بنعمله. همسح اللاير دي، كليك على اللاير اللي انت عايز تمسحها، وفي عندك تحت حاجة شبه الريسايكل بان، كليك عليها هتمسح اللاير. وممكن تعمل كده تدراج اللاير دي ترجعها مكانها تاني، وممكن تعمل كده تكليك وتسلكت وتنقل اللاير من مكان لمكان او تنقل الفريم من مكان لمكان. طيب عشان ما نتلخبطش انا هقفل الملف ده وهعمل فلاش دوكيمنت جديدة. عندنا فريمز اهي زي ما انت شايف. احنا قلنا ان احنا نعرف نعمل كذا لاير، وان كل لاير ممكن يكون فيها فريم تايم لاين لوحده بيتحرك بيشتغل لوحده. طيب كل واحد من المربعات الصغيرين دول اسمه فريم. عند الـ مقسمهم في شكل خمسات تمام. انت ممكن تغير الفيو بتاعهم من هنا الجزء ده، كليك عليه. عايز الفريمز بتاعتك تبقى شكلها ايه؟ تبقى تايني مثلا، تبقى نورمال زي ما كانت، تبقى سمول ما بين التايني والنورمال، او ميديوم، او حتى كمان لارج، او المده بريفيو. يعني كل حاجه انت هتعمل لها هيبقى مثلا عليها سيمبل زي ده تمام، هيبقى ظاهر ان انت عندك هنا سيمبل. ولو في فريم خمسة هعمل اف 5 ان انا هانسرت فريم. الفريم ده معناه ان الجزء المتظلل ده معناه ان السيمبل ده ممتد من اول فريم واحد لحد فريم خمسة. لو انا رحت عند فريم خمسة وعملت سيلكت الاوبجكت ده وعملت ديليت، زي ما احنا شايفين اختفى من كل الفريمز. انا مش عايزك تقلق من موضوع الفريمز ده رغم اهميته، لان انت مش هتقدر تجيبه من مره واحده، ما هوش امر سهل، لان انت عندك اكتر من نوع من الفريمز. انت عندك فريم، عندك unpopulated فريم، الجزء ده اسمه unpopulated فريم، الجزء ده اسمه blink فريم تمام. وممكن نكليك هنا ونختار الرايت بوتوم، الرايت بوتوم على الماوس، وتكليك عليه هيقول لك انسرت فريم، انسرت كي فريم، انسرت بلينك كي فريم، كونفرت تو كي فريم، كونفرت تو بلينك كي فريم. زي ما انت شايف في عندنا فريمات كتير قوي، كل واحد فيهم مسؤول عن حاجه، ما تقلقش منها، دول هتعرفهم وانت بتشتغل فعلا تمام. طيب هقفل ده كده واختار واحد تاني، اعمل واحد تاني. زي ما انت شايف ان هو رجع لك الفريم سايز اللي هو على العادي على النورمال. طيب ممكن كمان نختار يبقى شورت، ان احنا نغير اللينس بتاعه يبقى يا دوبك على قد الكتابه في اللاير. اللينس نقدر نغير اساميهم وفقا للي احنا للي هيبقى عليهم. يعني هنا مثلا هيبقى موفي 1 هيبقى هنا، فانا هختار ان اعمل لها شورت كات كده، او مش شورت كات، هعمل اختصار لان موفي 1 هيبقى هنا. طيب لو انا جيت في مكان فاضي زي ده وعملت انسرت فريم، هو افترض ان انا عايز امشي من اول هنا لحد هنا. طيب لو جيت هنا وعملت انسرت كي فريم برضو، بدل ما فيش حاجه في النص هنا، بدل ما فيش حاجه في الدوكيمنت، كل الجزء الابيض ده تمام بيقول لك ان البلايد او الميتر بتاعي هيمشي من اول واحد لحد 25 وهو فاضي. وحتى 25 تمام اللي هي كي فريم برضه لونه فاضي. طب لو انا عندي كي فريم ده وفي هنا اوبجكت وات ايفر هو ايه، زي ما احنا شايفين اللون اتغير للون الاسود. هعمل كنترول وزد عشان اعملها تاني، كنترول ويو تمام، الفريم شكله اتغير. طيب نقدر نعمل ايه تاني مع الفريمز؟
الفريمز مسؤوليتها ان هي تتحرك من مكان لمكان تمام وتعمل الانيميشن. الانيميشن ممكن تتم ازاي؟ الانيميشن بتتم عن طريق حاجه اسمها توينينج او الموشن موشن توين. دي هنبص لها بمنتهى الدقه بعد كده لان ده هيبقى هو الشغل. طيب انا عندي هنا في فريم واحد الاوبجكت ده هنا تمام، وعندي في فريم 25 الاوبجكت ده هنا تمام. احنا عايزين نحرك ده من هنا لهنا تمام. ممكن اكليك هنا في النص في الجزء الفاضي ونعمل كده رايت كليك، وهيقول لك ايه كريت موشن توين. كريت موشن توين دي ابسط نوع من الانيميشن. الموشن اللي حصل زي ما احنا شايفين ان هو ابتدى هيحرك الاوبجكت ده من اول هنا لحد هنا في خلال 25 فريم، يعني تقريبا ثانيتين. الجزء ده هيتحرك من اول هنا لاول هنا. بص على راس السهم، الموشن توين والتوين هنتفرج عليهم بالراحه خالص بعد كده، بس انا عايز اوريك التايم لاين. لو عملنا بابوليت للموفي ده او عملنا له تيست، عشان تيست الموفي بتاعك دوس كنترول وانتر، كنترول وانتر اوكي اوكي. هنقفل تاني تمام، وهوريك حاجه ثانيه برضو مرتبطه بالتايم لاين. لو انت عايز تعرف الانيميشن بتاعك ماشي ازاي من غير ما تعمل له بابوليت او من غير ما تعمل له بابلش، جنب مع الواو والزين تحت في الدوت والكوما تمام، وفي فوقهم اسهم. اعتبر ان الاسهم دي اللي هي علامه اكبر من واصغر من هم الاسهم بتوعك. فبص لو انا هدوس عليهم كده كل مره انا بدوس على السهم اللي هو اتجاه اليمين بينط مره واحده وكده هيرجع مره واحده تمام. طيب ده لو انا عايز احرك انط من فريم لفريم بايدي. طيب ممكن اوريك حاجه ثانيه كمان. بص تعالى على المربع ده تمام، عندك هيبقى مكتوب عليه اونيون سكين. اونيون سكين يعني قشر توم. قشر توم لو انت بتبص عليه بيبقى لونه ابيض شفاف وتحت منه باين التوم نفسه. اوكي ادي الاونيون سكين. الاونيون سكين بيبين لك الشيب بتاعك او التوين بتاعك هيتحرك منين لفين وهيبقى شكله ايه. وهو الديفولت بتاعه ان هو بيعرض خمسه فريم بس، لكن انت ممكن تكليك هنا وتدراج دي لحد الاخر فهيبين لك ان الشيب بيتحرك من اول هنا لحد هنا. ممكن نعمل حاجه ثانيه ان هو بدل ما يبين الشيب كله يبين الاوتلاين بتاعه. نكليك عليه ادي الاوتلاين بتاعه الشيب من اول هنا لحد هنا وهو عمل لنا الاوتلاين اخضر. طيب لو كليكنا على ده هيبقى الشيب هنا والشيب هنا واللي في النص ما بينهم اوتلاين بس تمام. لحد كده احنا ماشيين كويس. في المره الجايه هوريك ازاي تعمل فريم باي فريم انيميشن. الفريم باي فريم انيميشن صعب شويه وممكن يكون ممل شويه، بس يمكن تحتاجه لو تعمل حاجه دقيقه قوي. اشوفك الدرس الجاي.